رحب وياي بعائلة زنجنة. مرحبا أستاذ علي، مرحبا أستاذ نهاد، ومرحبا إيهاب، مرحبا جوان، أهلا وسهلا، ومرحبا بالمرزوق المرزوق. مرحبا سجاد، مرحبا محمد، أهلا سجاد، ومرحبا أسحاتم، أهلا وسهلا أسحاتم. قدم لي اسمك واسم المجموعة والعائلة. حاتم محمد، زوجتي ناس، نسيب محمد، وابني سجاد. اهلا وسهلا بكم. اهلا وسهلا بك، ونتمنى لكم الموفقيه. وعائلة زنجنة مرحبا. مرحبا، علي سعد، عم نهاد، والدتي آينور، زوجتي جوان. اهلا وسهلا بكم يا عائلة زنجنة عراش، ونتمنى لكم الموفقيه. طبعا احب ان انوه شيء، هناك كانت عائلة فائزة بحلقة سابقة، كان المفروض أن تتأهل اليوم مع عائلة المرزوق، ولكن لعدم اكتمال العدد ولأسباب خاصة انسحبت مع الأسف، فجاءت إذن عائلة زنجنة معنا. عائلة الرفاعي، عائلة الرفاعي انسحبت، ونقدم لهم الشكر الجزيل مع تقديرنا. إذن أعزائي المشاهدين، خلوا نروح إلى الجولة الأولى والسؤال الأول، فانتظرونا. اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين مره اخرى في برنامجنا عائلتي تربح. اذا نبتدئ الجوله الاولى والسؤال الاول مع عائله المرزوق. استاذ حاتم تفضل، والاستاذ علي من زنجنه. اهلا وسهلا بزنجنه. شلون صحه؟ الحمد لله. شو الاحوال؟ الحمد لله كل زين. احكي لي عنك، عن نفسك، اسمك وعملك وهواياتك. انا اسمي علي سعد، اشتغل مهندس كيميائي بمحطه كهرباء اربيل. هواياتي المطالعه والرياضه العامه، يعني الرياضه العامه يعني بشكل عام، لو اكو رياضه محدده. السباحه، شلون النادي، هذا الاشياء. حلو. الجري اكثر شيء، يعني السباقات. الركض، الركض والسباقات. اهلا وسهلا. اشكر. واستاذ حاتم. حاتم محمد. نعم. احصائي في وزاره الصحه، هوايتي كره القدم ومتابعه البرامج السياسيه. اهلا وسهلا بك استاذ حاتم، ونتمنى لكم الموفقيه جميعا. السؤال الاول، ايد ورا الظهر، ايد على الطاوله، خلينا ونحاول ان نكبس مجرد ان ينتهي السؤال. السؤال هذا سالناه لمئة رجل وامراه، وكانت اجاباتهم على درجه من 10، يعني لما سألناهم قالوا كذا رقم من 10، كذا 10، كذا إلى آخر رقم. والسؤال هو يقول: ما نسبة الإحراج إذا كنت تتحدث على مديرك سلبا وسمعك؟ شيء محرج أن واحد يتحدث على مديره ويسمع، فشنو نسبة الإحراج؟ من 10؟ من 10. 8 من 10. 8 من 10. نعم، موجود. وهو أقوى احتمال. ممتاز. إذا تفضل أستاذ علي إلى مكانك، وتفضل أستاذ حاتم. إذا خلي نسمع نشوف العائلة اللي نفس السؤال نسألهم. ما نسبة الإحراج إذا كنت تتحدث على مديرك سلبا وسمعك؟ ستينات. ستة. ستة. ستة من 10. صح. ومحمد. أعيدك؟ إيه. والله سهل. ما قاعد أفتهمه والله، ودعته. لا، شلون دا يجاوبون؟ من غير عالم جواب. صار مرتين لو ثلاث مرات أعيدها. السؤال يقول: ما نسبة الإحراج إذا كنت تتحدث على مديرك وسمعك مديرك؟ قد راح تنحرج؟ 10 من 10؟ 10 من 10. صح. وسجاد. 9 من 10. 9 من 10. خطأ أول. هذه النسبة ما موجودة. هي نسبة ترى باي تشانس، ثلاث احتمالات بقت. وعدكم خطأ أول. وأستاذ حاتم، هو تشانس وهو دقة أيضا. صح. يعني نسبة الإحراج عندما أنت تتحدث عن مديرك وسمعك، فش قد راح تنحرج؟ 7 من 10. 7 من 10. نعم. وست إناث. 5 من 10. 5 من 10.